احتفلت حركة النهضة علنا بالذكرى 30 لتأسيسها في 6 جوان عام 1981، وحضر أعضاء الهيئة التأسيسية والتنفيذية ورؤساء سابقون في الحركة، ومن بينهم الرئيس الحالي للحركة راشد الغنوشي والناطق الرسمي باسم الحركة حمادي جبالي وكل من الصادق شورو وعبد الفتاح مورو والمنصف بن سالم. نحن اليوم نحتفي بهذه الذكرى 30 لانبعاث حركة الاتجاه الإسلامي. تونس لا يمكن أن تدار بحكم انفرادي ولا بحزب واحد أيا كان عنوان هذا الحزب الواحد. تونس تحتاج إلى نظام تعددي حقيقي. التحديات التي تواجهها تونس لا يمكن أن ينهض بها حزب واحد مهما أوتي من الشعبية ومهما أوتي من القوة. المرأة النهضوية لم تكن كشقيقها الرجل بمنأى عن استبداد النظام السابق، ودخلت المئات من المناضلات النهضويات السجن، وخضعنا لسنوات طويلة إلى المراقبة الإدارية. المفروض أن نحتفل بذكرى 40 أو أكثر أو 41 عام لحركة النهضة. الحركة النهضة تأسست منذ السبعينات الأولى، من أول السبعينات، ولكن في سنة 81 قدمنا مطلب التأشيرة كحزب سياسي. هذا الاحتفال يكرس تعلق هذه الحركة بالعمل القانوني رغم الاضطهاد الذي سلط عليها. شديد الاستبشار أننا عشنا هذه اللحظات التي كنا ننتظرها منذ 30 سنة، والتي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى. تكون النهضة طرفا فيه مع باقي الأطراف بحثا على وفاق وطني ودعما لمطالب الثورة وتحقيقا لخيارات شعبنا في الحرية والكرامة. بعد 30 سنة أول مرة نحتفلوا بشكل علني، 30 سنة ونحن نحتفلوا بحركتنا في السجون والمنافي، وفي كل ذكرى نقول لجماعتنا العام القادم نحتفل في تونس.